قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أرأيتم كيف يذهب العلم؟ وفي الناس القرآن والحديث، يذهب العلم بذهاب أوعيته، يذهب العلماء العاملون، العلماء العاملون يذهبون، يقبض الله عز وجل أرواحهم فيذهبون بما في صدورهم من علم، فيبقى الناس بحاجة إلى من يسألوهم، فيتخذون رؤوسا جهالا يظنونهم من أهل العلم وليسوا منهم، فسئلوا فأفتوا بأي شيء يفتون، لا علم عندهم يفتون به، فلا بد أن يفتوا بضده، لأنهم من جهلهم يستنكفون أن يقولوا فيما لا يعلمون الله أعلم، فيبرزون للناس أنهم يعلمون فيفتونهم بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن ذهاب العلم على مرحلتين: المرحلة الأولى حين يذهب حملة العلم وأوعيته ويبقى الرؤوس الجهال، وهذا قد يوجد في مكان وأمكنة، ويمن الله على بعض الأماكن بوجود أهل العلم فيها. والمرحلة الثانية ذهاب العلم نفسه حين يرفع القرآن في آخر الزمان، ولا يبقى من يقول الله الله، وذلك قرب قيام الساعة، بعد أن تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الخلق ليس فيهم من يقول لا إله إلا الله، وليس فيهم من يقول الله أي الله ربي ويعرف الله، أولئك شرار الخلق عليهم تقوم الساعة.